لمزيد من النقاش والمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك معنا يا فندم طبعا إلى هذه الجولة الإخبارية بداية وبعد التحية. يمكن بالأمس كان هناك زيارة من قبل وزير الخارجية الأمريكي طبعا ومقابلة مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، واليوم هناك زيارة وكان منذ قليل مؤتمر صحفي يجمع سامح شكري مع نظيرها الروسي. ومنذ تولي السيد الرئيس وأن العلاقات المصرية الدولية هي في أحسن حالاتها وأن القيادة السياسية يمكن لها بصمة كبيرة وقوية جدا في كل المحافل الدولية مما له عظيم الأثر إذا أمكن القول في ملف العلاقات الثنائية، كيف تقرأ هذه الزيارة اليوم؟ تحية لحضرتك ولكل المتابعين. بالفعل كما وضحت في السؤال يعني أنه علاقات متميزة شديدة التميز وشديدة الاستراتيجية مع الدولة الروسية. بطبيعة الحال كما شرحت عندما تولى فهمت رئيس السيسي مقاليد الأمور، فكانت يعني كان ذلك التوجه لتمتين هذه العلاقات المصرية، علاقات الدولة المصرية الخارجية مع كافة الدول وكافة الشركاء ومحاولة الارتقاء وتطور العلاقات الدبلوماسية الخارجية السياسية والاقتصادية حتى تصل إلى المستوى الاستراتيجي. وفي القلب منهم كانت روسيا، روسيا الاتحادية بما لها من قوة وقدرات عسكرية هائلة، أيضا بما لها من هذه المكانة وأيضا يعني قدراتها التصديرية في مجالات الحبوب وغير ذلك من مجالات تقنية وخبرة وتربة وميراث في مجال الطاقة النووية، وكيف استفادت منها مصر في محطة في منطقة الضبعة والمشروعات النووية السلمية للدولة المصرية. يعني في تصوري أن ذلك النهج وذلك السمت للدبلوماسية الرئاسية في توثيق هذه العلاقات مع يعني كافة الدول، وطبعا لا يمكن إغفال الدور الروسي، وأتصور أن ده كان له انعكاسه فيما يتعلق بذلك التوازن الدقيق والرشادة والاعتدال في سياسات مصر تجاه الأزمة الأخيرة، أنها لم تتورط ولم تقف رغم الضغوط الغربية إلا أنها وقفت وبقية الدول العربية في على مسافة متساوية من المتحاربين. طيب أستاذ طارق، يعني حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة الآن وهي مسألة سياسات مصر الخارجية، والحقيقة أنه خلال 8 سنوات الماضية والدولة المصرية تتبنى مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في كل علاقاتها مع دول العالم. كيف تجني الدولة المصرية ثمار هذا المبدأ والذي يصب طبعا بالنفع بشكل كبير على الدولة المصرية وحتى على المواطن المصري في المقام الأول؟ جميل جدا. بالفعل يعني هذه السياسة المصرية وذلك التوجه المصري وهذه الخصائص الدبلوماسية المصرية في احترام سيادات الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتناق فكرة المساواة ما بين الدول كما يعني هو منصوص عليه في مبادئ القانون الدولي وفي مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية السياسية التي تحترم سيادات الدول، وتجد أن يعني ثمت مساواة لازمة متوفرة ما بين هذه الدول، وأيضا يعني فيما يتعلق بفكرة المصالح، تعظيم المصالح، وكما قال يعني شارل ديغول في جملته الشهيرة التي يرددها كل المحللين والمتابعين والمهتمين بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الدولة الجديرة بالدولة هي الدولة التي يعني هي الدولة التي ليس لها أفكار، ليس لها أيديولوجيات، ليس لها صداقات، ليس لها إنما هي الدولة التي تستأهل أن يطلق عليها دولة، هي الدولة التي لها مصالح والدولة التي تسعى دائما لتحقيق هذه المصالح. وهذا هو يعني لب الفكر الدبلوماسي وخلاصة التجربة الدبلوماسية والعلاقات الدولية الحكيمة والرشيدة طبعا. هو أينما تكون المصلحة يكون التوجه ويكون السلوك ويكون نسج العلاقات. ففي تصوري أن الدولة المصرية في سبيل تحقيقها لهذه المصالح الوطنية المصرية، مصالح الدولة العليا الاستراتيجية، فإنها أيضا يعني بتتضرع بوسائل الاحترام والوسائل القانونية وعدم
التنصل من اتفاقات دولية أبرمتها، معاهدات دولية عقدتها، من يعني نصوص قانونية في قوانين دولية تم التصديق عليها. الدولة المصرية نموذج ومثال في ذلك الاحترام وفي ذلك التقدير للفكر الدولي، للفكر القانون الدولي، للعلاقات الدولية. فلم نجد الدولة المصرية ذات مرة تنطلت أو يعني راوغت في مثل هكذا أمور، وإنما كانت دائما يعني نموذج ومثال في الاحترام والتقدير. ولذلك كان ذلك التقدير من العالم كله. لماذا يسعى حديثا؟ طيب عفوا عن المقاطعة، خليني أخذ من كلام حضرتك أستاذ طارق، وهو تقدير الدور المصري وحتى عودة الهبة بشكل كبير للدولة المصرية في حتى إعادة الإعمار والتنمية وتوحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا والملفات. جهود كبيرة قامت بها القيادة السياسية في الفترة الماضية من خلال عدد كبير من الزيارات المتبادلة بين مصر والعديد من دول العالم، مما كان لي أثر كبير جدا في توحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا والجهود التي بذلت من قبل الدولة المصرية، سواء حتى في القضية الفلسطينية، الملف الليبي، ومساعدة الشعب الليبي في اختيار الحكومة والسلطة في الدولة الليبية. إلى أي مدى كل هذه الجهود ساهمت بشكل كبير أن تعكس يعني دور الدول العالم في دور المصري، سواء حتى المحوري الإقليمي وحتى العالمي، وتوحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا؟ بالفعل يا أستاذة، كما يعني أوضحت وشرحت في سؤالك جميل جدا، يعني هذه النقاط فعلا كانت يعني سمت للسياسة الخارجية المصرية وتلك الأفكار الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير فيما يتعلق بالآتي. في سبيل تحقيق مصالحنا كانت لنا رؤية استراتيجية استباقية منذ أن تولى وجاء الرئيس السيسي، فيما يتعلق باعتباره يعني هو الراسم وممارس هذه السياسات الخارجية في عدم التدخل في الشؤون الداخليه، وايضا في المحافظه على يعني هذه الاقطار وهذه الدول والحفاظ على سيادتها، وايضا يعني دعم الحلول السياسيه، وايضا فيما يتعلق بانه العوده مره اخرى الى احترام فكره العضو القطر المؤسس في المنظومه الدوليه. كل هذه الافكار وكل ذلك النهج كان من يعني سمت السياسه المصريه الخارجية، وأيضا في ظل ذلك كله وفي ظل ذلك الاحترام المتبادل ما بين مصر ومن كافة هذه الدول، أيضا كان في المجهودات الجبارة والقفزات الهائلة والطفرات غير المسبوقة في مجالات المشاريع القومية وفي مجالات الطاقة وفي مجالات البنية التحتية والبنية التشريعية، وأيضا كان ذلك الجهد الحثيث والمحموم للقيادة السياسية في عرض وتسويق مثل هكذا سياسات. فكل ذلك كان يظهر تلك الرغبة، رغبة القيادة السياسية، إرادة القيادة السياسية. الحقيقة في كل جهود حثيثة وكبيرة جدا من قبل طبعا القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس لتطوير كل قطاعات الدولة المصرية التي تصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.